أخبار اليوم. حسام مداغر، بنرحب بيك في البداية، وعايزينك تكلمنا النهاردة عن حضورك لأستاذ خالد جلال في حفل التخرج. الله يخليك، احنا اللي بنرحب بيكم مكانكم. يعني أستاذ خالد جلال طبعا أستاذنا كلنا، وأنا خريج الدفعة الثانية في مركز الإبداع الفني استوديو المركز. دي الدفعة اللي بتخرج دي يعني زي برانش جديد كده فتح عندنا في مركز الإبداع اسمه استوديو المواهب. دي الدفعة الأولى ليهم، وهي يعني زي ما تقول ايه امتداد طبيعي للدفعات بتاعتنا اللي احنا كنا بدأنا بيها في الأول، الأولى والثانية والثالثة. يعني اتمنى دايما اشوفهم بصراحه على خير، ويعني مبسوط ان حلم استاذ خالد بيتحقق، لان هو ده كان بدايه حلمه اللي حلمه معانا من 10 سنين، يعني ان هو يبقى في دفعات كتيره بتتخرج ويبقى المركز طول الوقت بيفرخ ناس ومواهب جميله. يعني اتكلمنا عن الاكاديميه والفتره بتاعه التدريب والتعليم من استاذ خالد، وايه رايك؟ والله احنا الفرق عندنا احنا في الاستوديو بتاعنا والدفعه بتاعتنا ان احنا كنا بناخد وقت طويل، يعني بنقعد بحوالي 3 سنين مثلا وبندرس مواد كتيره جدا، لكن استوديو المواهب الجديد ده مختصر اكتر، يعني الموضوع فيه مختلف، بياخد حوالي 6 شهور وبيبقى دراسه مكثفه وبيبقى ناتج بتاعها عرض مسرحي واحد بس اللي هو العرض اللي بيقدموه دلوقتي، لكن احنا كان الدفعه بتخرج اكتر من 5 عروض. يعني طب شايف هل الفتره بتاعت استوديو المواهب دلوقتي ان هي مثلا ما بين 6 شهور و9 شهور هل تبقى كافيه ان هي تطلع يعني ناس مواهب قعدوا 3 سنين او سنتين؟ ما هو احنا الموضوع مش في 3 سنين ولا في 6 شهور، هو لازم اصلا اللي بيخش بيبقى عنده موهبه ما، يعني هي الفكره. بس انا زي ما بقول لك احنا بنطلع كذا عرض عشان كده بناخد مده اطول، احنا بنطلع عرض للغنى وعرض للرقص وعرض اخر حاجه بيبقى عرض التمثيل، لكن ما بطلع عرض التمثيل بس. رايك بقى في استاذ خالد جلالي؟ لا، استاذ خالد حبيبي، مش مجرد استاذي، او يعني هو صديقي جدا وحبيبي، ومبسوط ان في حد في مصر عنده حلم وبيحققه يعني بالشكل ده. يعني طيب استاذ خالد جلال ضاف ايه لحسام ده؟ كتير قوي، يعني ساعدني على تغيير الكارير والانطباع ما تاخد عني. يعني انا كنت قبل ما اخش مركز الابداع كنت يعني بعمل كوميدي بس اكتر، يعني لكن بصراحه بسببه شجعني ان انا العب اكتر في الاداء الميلو درامي والتراجيدي، ففرق معايا جدا كممثل. يعني عايزين